يوحنا الرسول: ما إن وصلت مريم إلى حيث كان يسوع ورأته حتى ارتمت على قدميه وقالت له: يا رب، لو كنت هنا لما مات أخي. فلما رآها يسوع تبكي واليهود الآتين معها يبكون، ارتعش بالروح والطرب، ثم قال: أين وضعتموه؟ قالوا له: يا رب، تعال وانظر. فدمعت عينا يسوع. فقال اليهود: انظروا كم كان يحبه. لكن بعضهم قالوا: أما كان يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يحول أيضا دون موت لعازر؟ فجاء يسوع إلى القبر وهو ما زال مرتعشا، وكان القبر مغارة وقد وضع عليه حجر. قال يسوع: ارفعوا الحجر. قالت له مرتا أخت الميت: يا رب، لقد أنتن، فهذا يومه الرابع. قال لها يسوع: أما قلت لك إذا آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر. ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: يا أبتي، أشكرك لأنك استجبتني، وأنا كنت أعلم أنك دائما تستجيبني. إنما قلت هذا من أجل الجمع الواقف حولي ليؤمنوا أنك أنت أرسلتني. قال يسوع هذا وصرخ بصوت عظيم: لعازر، هلما خارجا. فخرج الميت مشدود الرجلين واليدين بلفائف ومعصوب الوجه بمنديل. قال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. حقا والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. مجد الله. صباح الخير، صباح النور، صباح يسوع المسيح يلي عطول هيك بجدد القلوب، بجدد العقول، بيعطينا نظر حلو بالرغم من كل الظروف. ولو كانت كل الدنيا بتقشع بطريقة، نحن يلي منفتح عيوننا على يسوع المسيح وحبه منقشع بطريقة غير. فمشان هيك بقلكم صباح النور، ابتسموا دايما، احملوا يسوع بوجهكم بابتسامتكم. حابب اليوم ركز أنا وياكم بهالنص من الإنجيل على جملة واحدة صغيرة كتير بس إلها أهمية كتير كبيرة. هالجملة بتقول: فدمعت عينا يسوع. خلصت. هيدي الجملة رح تشوفوا قديش إلها أهمية وقديش قادرة تعلمنا اليوم بحياتنا. دمعت عينا يسوع، يعني يسوع شخص بحس، بيشعر، بيتفاعل. يعني معناتها أنه يسوع شخص عاطفي. إلهنا شخص عاطفي يتفاعل معنا، بحس فينا. دمعت عين يسوع. مو شو قالوا؟ قالوا: انظروا كم كان يحبه. راح قال لهم شي يسوع؟ أنه أنا كتير بحبه لهالإنسان. ديعانه هالإنسان راح أنا بعشقه، قعد يخبرهم؟ لا، دمعت عينه دمعة صغيرة والكل عرف شو عم بصير بقلب يسوع. هيدا اللي بدي أحكيه معكم اليوم. العواطف والمشاعر يلي منحس فيها، يلي منعيشها ويلي عم نفقدها بعالمنا، شو أهميتها؟ إذا كانت عين يسوع دمعت، فإذا العواطف والمشاعر هي مقدسة، وإلا ما كان ربنا فرجينا إياها أو أظهرها لإلنا لو هي شيء بشع، لو هي شيء خاطئ. صح ولا لا؟ ما في إنسان بيقدر يعيش بدون مشاعر وعواطف. شو أهمية المشاعر والعواطف؟ هن شقفة منا، شقفة موجودة فينا، وللأسف للأسف عم نخسرها يوم بعد يوم، لأنه عم تتحول وتبطل مقدسة مثل كتير من الأمور يلي عم بتبطل مقدسة بحياتنا. مش قصة بس عواطف ومشاعر، من هيك اليوم بدي ركز على الفكرة. في كتير أمور بس هي ما بننتبه لها، هي ما بننتبه إنه عم نخسرها كمان. شو أهميتها؟ أول شغلة هي إنذار، وهي توجيه لإلنا ولغيرنا. هي بتدل الناس على حالتي أنا شو عم بعيش. هي بتخلي الناس تكتشفني قبل ما أحكي. سمعتوا شو قلت لكم بالإنجيل؟
لقد كان يحبه. لا، لأنه دمعت عينه. بيكفي تشوف إنسان دمعت عينه أو عبر بجسمه، لأنه الجسم بيعبر حسب العواطف والمشاعر، بيعبر، بيكفي إنه يعبر لتكتشف مين واقف بوجهك. هل هو إنسان حنون؟ هل هو إنسان غضوب؟ هل هو إنسان نجس؟ مرات بتقوله لك هذا نجس، شو عرفك؟ كيف عرفنا؟ لك هيدا مرات منصير عنا كريتير، مرات من عيونه بعرف إنه كذاب. نحن هلأ منقلف هذا الكريتير، بس ليه؟ لأنه أكثر من مرة صادفنا ناس كذبت بتعبير معين ظهر بعيونهم. فإذا هي بتدل علي وعلى حالتي، وبتدلني على حالة يلي بوجهي. أول شيء أنا بكتشف حالي. خليني أحكي عن الآخر بالأول. بالآخر كيف أنت بدك تخلي اللي بوجهك يعرف أنك تعبان، أنك مقهور، أنك حزين؟ بعواطفك. كيف بخليك تعرف أنك بتحبه؟ بعواطفك. بيظهر لبرا، بتظهر أنت، بتطلع من ذاتك وبتروح صوبه. بنفس الوقت هو الآخر كيف بيعرف أنك تعبان؟ كيف بيعرف أنك محتاج؟ من وراء هود القصص يلي أنت أصلاً عم تقبل أنك تظهرها. فإذاً أنت كمان بدك تتعرف بمطرح ما على ذاتك، بمطرح ما أنت بدك تتحاور مع عواطفك ومشاعرك، بدك تفهمهم، بدك تعرف شو حلوين وقديش هن عن جد إنذار مثل ما قلت لكم، وهن دليل. بتلاقوا شخص مثلاً بتلاقوه كل النهار مش مرتاح، خلص حزين، كأنه مش على بعضه، مبين في عواطفه ومشاعره فيها حزن، ما فيها فرح. إذا هودي ما بيدله في شيء بينقص من الدنيا. ليه؟ لأنه بمجرد ما هن بقيوا كل النهار مرافقينه، عم يسمحوا له كل لحظة يقولوا له لا اقعد ورجع عيد تفكيرك، في شيء ناقص، في شيء مخرب. بيطلع يمكن إنه في قرار لازم ياخده بعد مش اخده، بيطلع يمكن إنه عنده فحص مثل التلاميذ، بيطلع إنه عنده فحص بالجامعة بالمدرسة وبعد مش مخلص. هو ما بيعرف حاله ليش هيك مش مرتاح، بس عواطفه بتقله انذار، انتبه. وأنا اللي بوجهه بعرف إنه هو تعبان ومحتاج من وراء هالانذار يلي عم بيعبر لي عنه. شايفين إذا بتكبتوا العواطف والمشاعر، إذا ما منتفاعل معهم منمرض. هون بيجي المرض، هون بيجي وجع الراس، وجع البطن، وجع الجسم والمفاصل. من وين بيجوا هاو؟ بيجوا لأنه نحن عواطفنا ومشاعرنا كبتناها وما تفعلنا معها، لأنه معتبرينا غير مقدسة، لأنه معتبرينا أن هي عم تتحدينا. بس لا، هي جزء منا عم تعبر عنا. شفتوا ما أجملها؟ كان ممكن يسوع ما تدمع عينه وتوجعوا معدته مثلا، عم تتخيلوا؟ لا، حلو الإنسان يعبر، حلو الإنسان يكون حقيقي. هلأ وين المشكلة اليوم بعلمنا؟ المشكلة مثل كل القصص يلي منحولها من الخير للشر، إجا العالم شال طبيعة وقدسية المشاعر والعواطف وحولها لأداة للكذب. مين أبو الكذب؟ الشيطان. مين يلي بعطول بيشتغل لحتى يغير كل هالأمور المقدسة وينجسها فينا؟ هو الشيطان. شو بيعمل؟ بيحول كل هالأمور يلي عم خبركن عنها إلى شيء نجس، كذب. بيستغل فيها أول شيء الزيت، ثاني شيء الآخر. رح أعطيكم مثل كيف ممكن تحول هود الأمور لشيء سيء. شي مرة مجربين أنتو تطلعوا مشاعر مش موجودة، تعبروا عن مشاعر مش موجودة كرمال تبعتوا انذار او توجيه ليلي بوجهكن؟ نحن كنا نحن وصغار، ابسط مثلا يجقر بيي، تقلنا امي مثلا لك بيك عصب، هو ما بيكون معصب، هو شو بيكون عم يخدعنا بعاطفة بتدل على شيء زعجه. عم بعطيكم مثل كتير صغير كتير، وفوتوا من مثل لمثل وكبرون وكترون قد ما بدكن، قد ما بدكن، توصلنا اخر شيء صار عندنا هود الجمل دموع التمساح. من وين اجت؟
شو يعني دموع تمساح؟ يعني حدا كل مرة يستعمل دموعه لاستغلالنا بالوقت يلي هن مش عواطف حقيقية، هن كذب. مثل أي شيء مشاعر أو عواطف بتلقطها أنت بتزتها لغيرك وهي مش حقيقية، حتى تكسب، حتى تسرق منه حنانه، تسرق منه عاطفته، تسرق منه تسيطر عليه، تاخد منه شهوته أو وتتفاعل مع شهوتك بكل الأمور، يا تتسلط عليه يا تستغله كرمال شهواتك. مثل الشاب يلي بيركض من محل لمحل، بفوت على هالمطاعم بآخر الليل تيتلقط ببنت عم تبكي قاعدة لحالها بالزاوية، لأنه هيدي شو هلأ الوقت اللي بستغل فيه مشاعرها وعواطفها، وبخدها مطرح ما بدي وبعمل فيها اللي بدي إياه، لأني أنا عم بستغل هالشي المقدس. وفي ناس كمان بكذبوا بهذا الشي المقدس تجاه غيرهم، يمكن تكون البنت كمان عم تكذب عليه بعواطفها ومشاعرها. تخيلوا وين صرنا. تتذكروا الدعايات تبع البنوكة لما كان في بنوكة؟ تتذكروا شو كانوا يقولوا لك؟ بدك تجمع عائلتك، بدك تحفظ اخرتك انت ومرتك ولادك، وبيحطوا لك عائلة مجتمع وعم يغمروا بعض. هيدي مش استغلال لعاطفة الانسان ومشاعره؟ كل إنسان بده عائلته تكون مجموعة، كل إنسان بده مستقبل أولاده يكون موجود. استغلوا العاطفة وسرقوك بعاطفتك، استغلوا العاطفة وسرقوك بعاطفتك. كل الدعايات هيك بتصير على الطرقات، كل الدروس اليوم يلي بتنعطى بموضوع الدعاية والتجارة بتنعطى استغلال لهالمقدس اللي حطه ربنا فينا. شف لدروس العالم، ادرسهم كيف بحسوا وكيف بيشعروا وكيف بفكروا وشو هن بحاجة وشو بدهم، وبيعهم. أو إذا بدك أكثر من هيك، اخترع لهم مشاعر ما كانت عندهم، اخترع لهم حاجات وعواطف ما كانت موجودة، وقل لهم أنتوا بحاجة لإلها، حرام ما يكون عندكم كل ها، وبيعهم. لو وصلنا لزمن، لاحظوا يا جماعة أنه بطل فيه عواطف ومشاعر، بلشنا نخسر إنسانيتنا. أنا بقلكن من مطرح ما أنا واقف بهالفترة الصغيرة من عمري يلي منا كتير كبيرة، باختباري الصغير بقلكن أنه كنت أطلع على وجوه الناس بوقت الصلاة، شوف دموعهم عم تنزل، شوف عواطفهم عم بتعبر. اليوم أكتر وأكتر بشوف الناس ما بقى عندهم مشاعر ولا عواطف. شو السبب يا ترى؟ السبب هو ربنا، أو السبب أنه حولنا هالشي المقدس لاستغلال لبعضنا، لصرنا بمطرح ما منسترجع نعبر، ما منسترجع نقول للآخر نحن شو عم نحس، لصرنا مندرس بالمدرسة كيف، أو بالجامعات في اختصاصات بتدرس كيف بدك تتطلع بالشخص وكيف بدك تسلم عليه وكيف بدك توصل له عواطف ومشاعر مش موجودة. صرنا تمثيليات. منشان هيك بقلكن يا جماعة اليوم، كل اللي كنت حابب قلكن إياه إنه ربنا قدس كل شيء بالإنسان، وأولهم العواطف والمشاعر. ما تخافوا تعبروا، ما تخافوا تكونوا حقيقية. نهار اللي بدكن تبكوا بكوا، نهار اللي بدكن تبتسموا بتسموا، نهار اللي بدكن تزعلوا عبروا عن حزنكن، بس أكيد مش كل الوقت لأنه بطل حزن بصير شيء بتعب. عبروا انتوا عم تطلعوا من ذاتكن وعم تتفاعلوا مع ذاتكن، وما تكونوا مثل هيدا الراعي اللي كان يدلي يصرخ ويقول لهم اجا الواوي اجا الواوي، وتركض الضيعة كلها لتحمي الخواريف تبعه ويطلع ما في شيء، مرة ورا مرة ويضحك هو، اخر شيء عبر لانه اجا الواوي عن جد، وقال لهم اجا الواوي ويصرخ ويبكي، اكلوا الواوي كل الخواريف تبعه وما اجا حدا من الضيعة، لا، لأنه بطلوا يصدقوا كذبة الانفعال تبعه والعواطف اللي أظهرها. نحن اليوم ما بدنا نكون هيك، نحن بدنا نرجع نعيد الثقة بعواطف بعضنا، ما نستغل بعضنا، ما نشوف بنت شحادة على الطريق صغيرة عم تبكي وهي معلمينا تبكي. وين صرنا؟ صح ولا لا؟ رجعوا قدسوا كل شيء بداخلكم بحسب ما ربنا زرعها مقدسة فيكن، إلو المجد للأبد. آمين.